السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير، في احوال جيده وصحه جيده ان شاء الله يا ربي. غنشارككم اليوم البنات واحد اكله شيوه خفيفه ودغيا كتوجد وبمكونات كلها بسيطه واقتصاديه جدا جدا. مكوناتها كاملين متواجدين في اي مطبخ، ويعني ما كتكلفش شي حاجه نهائيا، بسيطه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم، يعني كفكره العشاء، حيت العشاء صراحه كنحيروا فيه. والمهم هذا اقتراح من اقتراحاتي العشاء، ان شاء الله بسيط كما قلت لكم وما كيكلف والو، وكما قلت لكم فكره للتغيير وصافي. ونمر ان شاء الله المقادير كلها بسيطه كاينه متواجده، نمر ان شاء الله. وهادو البنات هما المكونات، يعني مكونات جد 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 بسيطه متواجده في كل بيت. غادي نحتاج البطاطا وخيزو والكورجيت. انا هنايا غادي ندير غير جوج حبات ديال البطاطا وجوج حبات ديال خيزو وكورجيت وحده. انتما راه بالنسبه لكل واحد اللي غيبغي يكثر يقدر يدير اكثر من، يعني يضاعف الكميه وصافي. انا غادي ندير كميه قليله، غادي ندير غير جوج بطاطات وجوج خيزوات وكورجيت كما قلت لكم، وغادي ندير ثلاثه ديال البيضات، وغادي ندير هاد الزيت البنات الا كنتو تعقلوا عليها راه كنت حطيتها في واحد لا فيديو. هادي زيت ديال البيتزا كانت منسمه زعما اللي كترافق البيتزا، نسمتها بواحد بالمكونات راه كنت كاين في لا فيديو، يعني هي باش غادي نسم هذا الطبق. هذا كتعجبني ديك داك لوغو اللي كيكون في هذيك الزيت، يعني ماشي بالضروره غادي نديروها غير في بيتزا. دونك انا غادي نخدمها اليوم في هذا الطبق، وغادي نحتاج بطبيعه الحال الملحه وهذا البزار. صافي البنات هادو هما المكونات، يعني ما كيكلفوا حتى حاجه متواجدين في كل بيت. ونبداو بالطريقه ان شاء الله. بالنسبه للبنات لهذا الطريقه، اول حاجه غادي نبداو بها هاد الخضره، هادي غادي نسلقوها هو الاول، عاد نمر نوريكم الطريقه اللي غادي نخدموا بها. كنشدو البنات المقله، اول حاجه كنديروا كندهنوها بشويه ديال الزبده. انا اصلا عندي المقله ما كتلصقش، غير زعما الاحتياط غادي ندهنها بشويه ديال الزبده هكا غير يديا. غادي نضيف عليها شويه ديال اما سميده، اما انا درت لها غير هذا الدقيق ديال القمح، عندي دقيق ديال القمح يعني رقيق. صافي غادي نرشها بها، عاد غادي نكب فيها الخليط باش نضمن انه ما يلصقليش. هو اصلا كما قلت لكم ما غاديش يلصق، انا المقله ما كتلصقش نورمالمون، ولكن غير الاحتياط وصافي. داكشي اللي دهناها هذه الخضره البنات من بعد ما استسلقات ونقيناها من القشره ديالها، دابا غادي ندوزو غادي نمعسوها، ولا غادي نمشي فورشيط، ولا نحك غير في الحكاكه. ناخذ ديك الحكاكه ونحكو بها. انا غادي ندير ليها، انا درت لها غير هذه باش نمعسها. غادي ندوز نمعس البطاطا اخرى، ممكن ديرو غير بالفرشيط ولا بعديك بشي حكاكه. نضيفو القرعه الكورجيت،
نضيف دابا الجزر او الخيزو، نبقاو بهذه الطريقه حتى نحسوا ان هاد الخضره مزيان ساتت مزيان ساتت مزيان. غادي ندوزو نضيفو الملحه، نديرو نضيفو البزار كميه قليله، وغادي نضيف انا ديك الزيت كما قلت لكم الزيت اللي كنت قديت معاكم، كنت درتها خصيصا البيتزا، ولكن انا كنضيفها في بحال هاد الوصفات كنضيفها حيت كتنسم دوك المكونات كاملين اللي كنا درنا فيها راه نسموها ولات المذاق ديالها غزال رائع البنات. كندير كنخدم بها شحال من حاجه يعني ماشي غير البيتزا. غادي نخلطو باش تدخل هاد باش تدخل زيت العود والملح والبزار الخضرة ديالنا. غنضيفو البنات، كنت قلت لكم في الاول درت غير ثلاث البيضات، انا ضفت جوج اخرين يعني كيبقى غير الاختيار، انا بغيت نضيف الاخرين يعني درت خمسه تقريبا، ممكن ديروا غير كما قلت لكم غير هذا غير ثلاثه على حسب الخضره اللي درتو. انا بان لي بانت لي ثلاثه قليله داكشي علاش ضفت. وغادي نخلطو كلشي، عناصر كاملة دابا. وهاد الوصفة البنات راه ممكن تضيفو لها هدا، ممكن تضيفو لها الجبن كتجي زوينة بالفرماج، ولكن بما أننا قلنا وصفة اقتصادية وهدا داكشي علاش ما ضفتش الجبن، ممكن نديرو غير من الفوق تطيب. انا كما قلت لكم راه كافيين ثلاثه البيضات راه كافيين، غير انا ضفت جوج اخرين درت خمسه، ما هي غير نورمالمون غير جوج راه كان بلوتو غير ثلاثه راه كانت غادي تكون كافيه. صافي هكا كتكون واجده البنات. كنجيو ديك المقله اللي كنا دهنا بالزبده، وهذا بالزبده وانا درت لها غير دي ديال القمح الرقيق او السميده اللي عندكم. غادي نضيفوا الخليط كامل هكا، وغادي نشعلوا عليها النار. والبنات التذكير غادي تكون نار مهيله يعني باش طيب لنا من الداخل من الوسط، نقصوا عليها العافيه، نقصوا عليها العافيه بزاف باش طيب لنا من الداخل، ما طيبش لنا غير من التحت وتبقى خضره من الداخل. غادي نديروها دابا فوق النار ونتلاقاو فاش طيب لنا من جهه باش نقلبوها من الجهه الاخرى ان شاء الله.
نتايا من بعد ما طابت لينا واحد الجهه كنقلبوها للجهه الاخرى. حنا قلبناها دابا وغادي نضيفوا الجبن. يعني كما قلت لكم هذا راه يبقى اختياري، راه بلا جبن كتجي صراحه غزاله وكتجي هشيشه البنات. الرطبه لحقاش فيها الخضره، والخضره اصلا ديجا سلقناها يعني طايبه، يعني كنخليوها نديروها في المقله تعاود طيب غير باش يطيب داك البيض. البيض بوحدو اللي كيبقى لينا ما مازال ما طايبش، اما وراه الخضره ديالنا راه ديجا مسلوقه وطايبه. انا كندير لها هذا شويه ديال الفخوماج، كندير لها شويه الفخوماج كما قلت لكم. اللي بغى يزيد لها شويه ديال الزعتر من الفوق يدير لها كيسمها، اولا تضيفوا لها ديك كما قلت لكم ديك الزيت ديال البيتزا من الفوق كتعطيها مذاق زوين. واخا ديجا درناه فيها في الاول وصافي، غادي نسدو عليها بواحد الغطا باش يذوب لنا داك الفخوماج وها هي واجده. وهذا البنات هو الشكل ديالها النهائي من بعد ما خرجنا من بعد ما حيدناها من فوق البوطه. يعني انا عطيتها درت لها الفخوماج وزدت لها هذيك الزيت كما قلت لكم ديك الزيت اللي كنت قديت البيتزا من السما، زدتها لها من الفوق وحطيت عليها الفخوماج حتى داب عليها. كتجي البنات غزاله وكتجي هشيشه، كتجي رطبه رطبه رطبه. و هكا غادي نحيدها من هذا من المقله ونوريكم الشكل النهائي ديالها. وهذا هو الشكل النهائي البنات ديالها من بعد ما نزلتها من حيدتها من المقله. يعني ما كتلصقش نهائيا، كتحيد بكل سهوله. وحنا ندوز نقطع معكم واحد الطريف. هكا كتجي البنات هانتوما، راه كتجي طايبه من الداخل. هذيك الخضره كما قلت لكم راه ديجا مسلوقه، يعني كنحطوها في المقله غير باش يطيب داك البيض. هانتوما راه طايب. وهكا تناولوها بالصحه لهنا. نتمنى ان شاء الله تكون هكا، نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتروقكم ان شاء الله يا ربي. وهذه هي عشيوه خفيفه وغير مكلفه نهائيا، نتمنى ان شاء الله تكون عجباتكم وتجربوها في ديوركم ان شاء الله. هذا هو الفيديو ديال اليوم، كان صفه يعني اقتصاديه ما كتكلفش شي حاجه. نتمنى ان شاء الله تعجبكم وتروقكم وتجربوها. وكنشكركم البنات اللي مشاركت معايا في لاشين، شكرا لكم بزاف بزاف. والبنات اللي اول مره اللي كيشاهدوا لاشين نتمنى ان شاء الله يشتركوا ودعموني البنات بالتعاليق، ما تنساونيش من التعاليق. وشكرا لكم البنات، شكرا لكم بزاف بزاف. حتى الفيديو اخر ان شاء الله نتلاقاو.